يسأل ويقول: توفيت جدتي لأمي، وقمت أنا وأخي وأمي وأبناء جدتي الاثنين بغسلها، حيث أننا بفضل الله لدينا فكرة عن الغسل، وخشينا عليها من النساء الأجنبيات، حيث أنهن لا يتقن الغسل، فهل نكون بذلك قد ارتكبنا إثما؟ وإن كنا كذلك فما كفارته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا خطأ، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء إلا الزوج مع زوجته فإنه يغسلها، كما أنه لا يجوز للنساء أن يغسلن الرجال إلا الزوجة فإنها تغسل زوجها، وما عدا ذلك فإن النساء يغسلها النساء والرجال يغسلهم الرجال. وإذا كانت النساء كما ذكر السائل لا يعرفن كيفية التغسيل ولم يجد غيرهن ممن يحسن التغسيل، فإنه يعلمها كيفية التغسيل قبل أن تشرع فيه، يبين لها كيفيته ويأمرها بأن تفعل كذا وكذا وكذا، ولا يباشر هو تغسيل المرأة ولو كانت من محارمه، ولو كانت أمه أو جدته أو خالته أو أخته أو بنته، لا يباشر الرجل تغسيل المرأة، وإنما تغسلها النساء. نعم. وأما ما فعلتم فقد أخطأتم فيه ويغفر الله لكم، وتعتبرون جاهلين في هذا الأمر. نعم. لكن في المستقبل لا تفعلوا هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الكفارة، هل عليهم كفارة شفارة؟ ليس فيه كفارة، إنما فيه الاستغفار. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.